أنا آسفة والله، أنا دي هتكون أول مرة في حياتي في 46 سنة اللي أنا عايشة فيهم اللي هتكلم بالعربي، كله بالعربي إن شاء الله. أنا آسفة، أنا لسه برضو طالعة من عملية جراحية يوم الأحد، سو هتلاقوني يمكن بقعد أعمل كده وبقعد أعمل لكم كده. سو أنا لسه كنت بقول لخالد ونيك إن هما خلصوا على كل اللي أنا كنت عايزة أقوله. سو يلا أنا هحاول دلوقتي أغير كلام بسرعة. سو اللي أنا يعني دلوقتي اللي أنا هتكلم فيه هو حاجة بخصوص localization، تمام؟ وهنركز برضو على ازاي السهولة to reach الداعمين دول وتاخدوا فلوس. سوري هيبقى very عام، اوكي؟ مش بالصعوبة اللي كلنا حاطينها في بالنا. سو اللي أنا هتكلم عليه النهاردة الايمج، هي دي الفكر العام الناس حاطينها في دماغهم. سو احنا بقى عايزين نغير الفكر ده، تمام؟ اول لما نغيره هتلاقوا البيبان كلها اتفتحت لكم. سو حاليا دلوقتي زي ما استاذ شارك قال، يس انا مروه، انا كنديه مولوده وعايشه في كندا، خريجه جامعات في امريكا، اند بابايا مصري مامتي تركيه وفيميل مسلمه الحمد لله. So, الفكرة كلها ايه اللي بيميزني؟ يعني كلمة أجنبية، again دي الفكرة أجنبية، واحدة أجنبية. So, نركز دلوقتي على حاجة اسمها الـ INGOs والـ National NGO، المنظمات الدولية والمحلية، صح؟ احنا دلوقتي اما بنركز على ايه الفرق ما بينهم؟ ايه هو؟ ايه هي الـ NGO؟ المحلية، الـ NGO المحلي، تمام؟ فكروا فيها دي. Now وانتوا بتفكروا عايزة أسألكوا حاجة، احنا بنسمع كتير عن الـ International NGO، صح؟ صح. والـ International NGOs دول، هما الـ International NGOs دول احنا عارفينهم كايه؟ عارفينهم كعندهم خبرة وعندهم سنين بيشتغلوا في المجال ده وعندهم سمعة، سمعتهم كير جول جلوبال، عندهم صح؟ هم عندهم أجانب، الأجانب دول عارفين كل حاجة صح؟ هم دول عارفين صح؟ عندهم بادجت 200 مليون 300 مليون، عندهم علاقات صح؟ ما نقدرش نشتغل ما بينهم بدونهم صح؟ Well, هي دي الفكرة. Now, أنا بقى هغير الرأي ده، تمام؟ نرجع تاني لقصة بتحصل لي كتير. أصحابي كتير يقعدوا يقولوا لي مروة أنت ليه بتشتغلي لمنظمة محلية؟ أنت عندك اللي أنت تشتغلي في الـ UN، عندك اللي أنت تشتغلي في الـ INGOs، عندك تشتغلي في الحكومة. أنا اشتغلت فيهم قبل كده، انت ليه عندك وعندك 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 لغات؟ بقعد افكرهم لا ما عنديش لغات. سو ايه اللي بيحصل بقى؟ بقعد اقول لهم استنوا، انا ليه اخترت لوكال NGO؟ ليه اخترت؟ الفرق ما بين اليو ان والاي ان جي اوز والجفرمنت انستتيوشنز دول، ايه الفرق ما بينهم واللوكال NGO؟ المحلي، الرد اللي انا بقوله اول حاجه الخبره. ما في منظمة في العالم هيكون عنده خبرة أكتر من منظمة محلية. هم الناس اللي كانوا في البلد اللي جالها الوار فيها. أنا دلوقتي بشتغل في تكافل الشام. تكافل الشام دي منظمة سورية، من أصل سوري، متسجلين هنا في تركيا، صح؟ أنا ما بعرفش أو ما تعلمتش عن سوريا غير منهم، مش من اليو ان، مش من الاي ان جي اوز، مش من الشركات اللي كنت بشتغل فيهم. ما في منظمه عندها خبره اكتر من اللوكال ان جي او. فكروا فيها، الاي ان جي او اللي احنا بناخد فلوس منهم من كير، بناخد من امريكا بي اتش اي، بدونها
كتكافل شم او وطن او عطاء او 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 بدون كلنا هم يقدروا يعملوا ايه؟ لا شيء صح؟ لا شيء. سو انا برد على اصحابي بقول لهم المنظمه المحليه عندها خبره، المنظمه المحليه عندها مبادئ، منظمه محليه عندها customs traditions تقاليد، المنظمه المحليه عندها عيله family عندها history تاريخ، المنظمه المحليه عندها identity مش بس احنا من سنه 52 في بعد الحرب لا عندها تاريخ بسبب حرب، تاريخ بسبب حاجه حصلت انساني وضد الانسان. So am I proud? Yes. هو انا يعني very proud لان بشتغل لمنظمه محليه؟ Yes. بالكلام ده بقى اصحابي يقعدوا يقولوا لي احكي لنا اكتر، بعد ابتدي احكي لهم قصص. انتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل للاطفال هناك في سوريا، انتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل للامهات وللويدوز، انتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل اللي ممكن يعدي شهور بدون وجبه كامله، انت تعرفي او انتوا تعرفوا هي بس $50 تدفعوها كل شهر، تتبرعوا $50 تكفي عيله كامله 6 أشخاص لمده شهر دول؟ نعم بجد مروه؟ بجد. عشان تاني الفكر مش موجود، يعني فكرهم حاجه زي imagination اللي بيشوفوه في التلفزيون اللي بيفتكروا اللي هو فعلا بيحصل. So then بقى ناخد بقى الكلام ده ونطبعه على قدامي. انا مش هرجع تاني معيد زي ما خالد نجمله اي انواع الدعمين، انا بقى هتكلم على حاجة تانية. زي ما حكيت لاصحابي كلهم ليه انا عايز اشتغل في منظمات محلية وايه اللي انا بتعلم منه وايه الاكسبيرينس والخبره اللي بتطلع منها وايه شغلنا بالظبط، كانوا موهوبين. انا بقى باخد هو الكلام ده وبعمل ايه؟ بطبقه مع الدعمين. نعم احنا كلنا كاشخاص اهم حاجه عندنا ايه؟ اللي احنا نحس ان احنا فعلا بنادمين، احنا مش روبوتس، احنا بنادمين. بنادمين عندنا احساس صح؟ مظبوط. احنا كلنا عندنا احساس. الدعم عنده احساس صح؟ الدعم عنده احساس. نعم اما نتواصل مع دعم ونقعد نتكلم معه بكل فورماليتي، دير فلان فلان اي هوب ذس ايميل فايندز يو، الصمبه اللي احنا بنعرفها صح؟ انتوا عارفين كم ايميل بيوصل لهم بالطريقه دي؟ انتوا عارفين كم شخص بيتواصل معهم بطريقة رسمي 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 رسمي؟ والله لو أنا هما كنت probably هجنن صح؟ احنا كلنا already عايشين حياة مش سهلة بس الحمد لله احنا مش ناقصين فوقيها كله رسمي رسمي رسمي. خلاص بقى ايه بقى؟ ازاي بقى نعمل communication مع دعم؟ في حاجتين مهمين قوي 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 اما تقدروا توصلوا للدعم بعد الطرق our two colleagues قالوا عليهم. ازاي بقى نحفظ على البارتنرشيب دي، على العلاقه دي؟ two things. number one communication، number two الريليشنشيب. تمام الكوميونيكيشن ازاي؟ زي ما قلت لكم احنا كلنا بني ادمين صح؟ هم عايزين يسمعوا كلمه حلوه، هم عايزين يحسوا ان انتوا فعلا بتسالوا عليا مش على الشغل، انتوا مش جايين عشان تطلبوا مني حاجه، لا اتعاملوا معاهم كبني ادمين. والله اكتر حاجه هتشوفوها الرد الفعل
هيبقى انا ارتحت للشخص ده وهيتبسط بالعكس والثقه هتيجي من كده صح واللونج تيرم ريليشن شيب هتيجي من كده. انا بعمل حاجه هي بيضحكوا عليا شويه في اتجاه الشام وشويه من المنظمات الثانيه اللي عارفين انا بحب ابعت دعوه لايه للداعمين اللي موجودين عندنا والداعمين القدام والبوتنشال داعمين وانا بعت لهم ايه هلو انا عايزه اي وانت تو ارينج فور كوفي تشات. مين ما بيحبش قهوه؟ كله بيحب قهوه. مين ما بيحبش يدردش؟ كله بيدردش. مش الاحساس احسن؟ ناو لو حد جاي وطلب منك يلا نعمل بس كوفي تشات مش لازم فيس تو فيس. لو ينفع لو متاح اوكي لو مش متاح اونلاين. بطلع انا بالكوفي الشخص التاني بيطلع بالكوفي بنقعد ندردش لمده ساعه. الدردشه دي حاجه شخصيه. عاملين ايه؟ الجو عندكم عامل ايه؟ يو نو الايام دي احنا فعلا مشغولين قوي. ايه رايكم في ازاي الكوره؟ فريق فلان. انا جربت حاجه اليوم اللي فات وجبه مش شاورما يمكن حاجه ثانيه. يو نو ونقعد ندردش شويه. المهم بقى نفتح بقى موضوع ايه؟ هو انا عايز الشاورما دي يا خالد. سو الفكره فين بقى نفتح بقى في موال الشغل بس على خفيف. سو هما حسوا الشخص دي فعلا بتهتم بيا مش بس للشغل عايزه بس فلوس لا بتهتم بيا. سو اما بقى بيوصل لهم مسجات مني او من الفريق اما يوصل لهم ايميلات اما يوصل لهم واتساب سكايب تيمز كله 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 على الاقل بيفتكروا الكلمه الحلوه بيفتكروا الاسبوع اللي فات لسه كنا بندردش على الكوفي وامتى هنتكلم تاني when will our next coffee chat be. احنا كاتيكي في الشام احنا داعمين we are partners مع USAID مع BHA direct واحنا منظمه محليه direct partner بدون ولا INGO في النص ولا حاجه. وقالوا لي حاجة اللي في أمريكا قالوا لي مروة أول ما بنشوف اسمك في الانبوكس ابتسامة تطلع بنتبسط بنتبسط عشان عارفين أكيد هبعت لهم نكتة ذن بقى بعديها البلاوي بس لا هما على قلب يتبسطوا. سو هي دي الكوميونيكيشن مفروض ما نخافش مفروض مش كل حاجة فورمال فورمال في الأول طبعا فورمال بعد كده حسسوهم اللي فعلا you are human we are human احنا equal المشاكل بتاعتكم مشاكلنا برضو we are all human together. So فكرة بقى بعد كده ايه اللي بيحصل is that not bad communication is going well. في بقى مشاكل بتحصل في الشغل صح؟ طبعا لو ما كانش في مشاكل وكل حاجة perfect 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 هما ليه الدعم يدعمونا لو كل حاجة perfect ما في أي مشاكل. لا احنا لازم الثقة تامة with the dam. الدعم عايز يسمع ايه هي المشاكل that you faced ايه هي ال challenges that you faced عشان نكون احنا في الصورة برضو. ما في حد في العالم دي بتحب تتفاجئ بمصيبة صح؟ مين بيحب كده؟ بس لو احنا عارفين من الاول احنا نقدر نشتغل مع بعض صح نحلها مع بعض مظبوط. سو الفكره ان في طبعا فكره المنظمات المحليه بالذات والاي ان جي او برضه ما داعمين بتروحهم فاكرين ان ايه اللي لازم نعمل ريبورتنج كل حاجه تامه كل حاجه بيرفكت كل حاجه ونغطي ونغطي كله كله كويس عشان لو احنا قلنا الحقيقه الدعم هيقول ايه باي باي انتوا ما عندكمش القدره. لا بالعكس لو قلت لكم كام ميتنج قعدت مع جوفرمنت حكومات different governments مع different INGOs مع different NGOs in general
كتير كتير، قلت لك 46 سنة كتير. وفي كل اجتماع اتكلمنا على ايه المشاكل وايه التحديات والريسك عشان يكونوا عارفين من الاول. اي مشكلة هوب نتكلم، اي حاجة بتواجهنا مش مظبوطة او بالبلان بالخطة هوب نتكلم. هما بقى بيرتاحوا، الثقة تاني اترفعت. ها اقدر انا I can rely on الشخصة دي او المنظمة دي عشان هيقولوا لي كل حاجة، مش هيخبوا. قصص، قصص نجاح، قصص humanitarian stories. قولوا، قولوا عليهم، قولوا، شارك معهم. بيحبوا يسمعوا الحاجات دي. هم محتاجين لكم. احنا مش محتاجين لهم غير بس الفلوس. فلوس دي حاجة كبيرة طبعا. بس هم محتاجين لنا اكتر. Now, the next part اللي عايزة اتكلم عليه هو موضوع الـ identity. Now, localization دي localization هي دي معناتها that okay احنا لازم نخلي المانديت زي ما احنا عارفين. ابتدوا دلوقتي كل الحكومات العالم بيقولوا localization localization، نركز على الـ NGOs المحلية، نركز عليهم ونساعدهم ونواجههم ونعمل لهم كل شيء. Okay, so دي معناتها اللي احنا نقدر نقدم كده وناخد الفلوس على طول؟ No. لا بالعكس، احنا عارفين مش بالسهولة دي، بس تقدروا تعملوها سهل. ازاي؟ انتوا مش لازم تكونوا منظمة قد كده وعندكم yearly budget 60 70 100 مليون. لا، انتوا بس يكون عندكم نيش، حاجة strength. ايه هي السترينث مثلا؟ زي اي سي في، صح؟ في السي في في ناس اقوية في التعليم، في ناس اقوية في خبرة الشغل، في ناس اقوية في الشهادات اللي بياخدوها الزيادات دي، في ناس اقوية في السوشيال اكتيفيتيز. اوكي، انا اول سي في بتاعي كان كله فولي بول باسكت بول بيسبول، دلوقتي طبعا اتغير بس كله كان كده، والتعليم حتى قد كده، اتخرجت من الجامعه ومش عارف ايه. بس انا عملت ايه؟ هايلايتنج للسبورتس بتاعي على طول اتخذ هوب وجالي اول شغله. الفكره كلها از ذات يو هاف تو هايلايت، ركزوا على التخصص بتاعكم. اي نو خالد جاب في السيره في الاول ذات داعمين فعلا بيركزوا على المنظمات اللي عندهم اكسس اللي يقدروا يتواصلوا مع الاطفال اللي في قريه كذا كذا كذا. دي حاجه كويسه، ميزه طبعا، بس مش وحيده عشان مش كل منظمه عندها الاكسس دي. بس مثلا في منظمه تخصصها توزيعات وعندها very big network. اوكي، highlight this، بينوا دي، طلعوا القصص، روحوا وروا للداعمين، ابعتوا ابعتوا. ما في ضرر، ما تفتكروش ان انتوا لازم تكونوا بيرفكت في كل شيء. ممكن تكونوا كويسين قوي في السياسات بتاعتكم والكاباسيتي بتاعتكم والاوبريشنز والعمليات، وي عندنا نظام تماما وبنشتغل بس في مثلا الصحه. اوكي، زي مانجمنت هي سيد في منظمات تخصصها هيلث، ومش بس هيلث، المانديت بتاعها ممكن تبقى هيلث في كذا كذا كذا. اوكي، عملوها ابعتوا، ما في حاجه غلط. ابعتوا قصص، ابعتوا صور، ابعتوا يور فيزيبيليتي، بينوا لهم ذات اهو احنا خبرتنا في دي قد ايه وعملنا قد ايه، وشوفوا بس حاجه زي كده حلت مشكله قد ايه سهله مش صعب. الفكرة كلها اللي أنا عايزة أختم بيها is that إحنا عندنا identity. المنظمات المحلية مش service provider، بسمعها الكلمة دي كتيرة قوي. إحنا مش بس
service provider. What's a service provider in Arabic? Thank you. هي دي. So, احنا مش بس كده. لا, احنا اقوى من كده. احنا اكبر من كده. صح؟ احنا عندنا خبره. خبره. We are not a service provider. اول لما دعم يعرف كده من اول يوم اما تعمل partnership معهم, تعرف على طول that الاحترام موجود. الفكرة بتاعتهم هتتغير. انا بتعامل مع شريك. شريك فهيم. تمام؟ يلا, I hope that helped. يلا, it was nice to meet you. Bye-bye.